السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم يا شباب. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن overview of front end development. هنتكلم عن الفرونت اند مرة تانية، ولكن بشكل تفصيلي أكتر. بما إننا بنشرح كورس ال HTML، وعرفنا في المحاضرة اللي فاتت إن ال HTML دي هي أحد لغات الفرونت اند development، فبالتالي هيبقى حوارنا كله او تركيزنا كله على الفرونت اند. ان شاء الله هنوضح النهارده مره تانية يعني ايه الفرونت اند، وهنتكلم عن الفرق بين الشغل على الفرونت اند وتصنيع السيارات. تمام، ايوه تصنيع السيارات. وهنتكلم عن 5 حاجات رئيسيه لازم انت كفرونت اند ديفلوبر لازم تكون عارفها ومتعلمها. فهنا في البدايه لما نيجي نتكلم على الفرونت اند ديفلوبر نقدر نعرفه بمصطلح اخر وهو الكلاينت سايد. ممكن نستغنى عن الفرونت اند ونعتمد على كلمه الكلاينت سايد، برضو بتبقى مفهومه ان ده يخص الفرونت اند. كذلك زي ما ذكرنا في المحاضره اللي فاتت ان الفرونت اند بتعتمد بشكل اساسي على ال HTML وال CSS وكذلك الجافا سكريبت، سواء في تطوير ويب سايت او تطوير ويب ابلكيشن. ويب سايت اللي هو موقع اخباري، موقع رياضي، ايا كان ايه هو. ويب ابلكيشن يعني صفحه ويب انا بفتحها هي بتكون واجهه لبرنامج. طيب انا عرفت اللغات اللي موجوده في الفرونت اند، ولكن انا ما عرفتش ايه دور كل لغه من دول وايه اللي اتعلمه الاول وكل واحده بتعمل ايه بالظبط. ده اللي هنعرفه في السلايد اللي جاي. هنا بقى بنتكلم عن اوجه التشابه او ايه الشبه ما بين الفرونت اند ديفلوبمنت وتصنيع العربيات. فهنا بيقول لي ان لو انت عايز تعمل ويب سايت لازم تمشي على نفس الخطوات اللي بتمشي عليها خطوات تصنيع السيارات. يعني ايه الكلام ده وايه علاقته باللي احنا بنتكلم عليه؟ انا عندي 3 لغات رئيسيين في الفرونت اند، وعندي برضو 3 مراحل رئيسيين في تصنيع السيارات. تمام، اي عربيه بتبقى ماشيه شكلها حلو انا لازم ابقى عارف ان هي مكونه من عده اجزاء او مشيت على عده مراحل. يعني ايه؟ اول مرحله عندي في المصنع ان انا بعمل الهيكل بتاع العربيه. تمام، الهيكل ده مكون من عده اجزاء، ده بمثابه ال HTML في الفرونت اند. يعني ايه؟ انا عندي ال HTML بتعمل لي الهيكل بتاع الويب سايت بس، تقسيمه، الخانات اللي فيه، الليبلز او الكلام المكتوب، كل الكلام ده بعمله عن طريق ال HTML اللي هو في العربيات building body، بناء الهيكل. ال HTML برضو بتقوم بنفس الدور بالظبط، بناء الهيكل بتاع الموقع، ما بقدرش من خلالها اعمل تنسيق ولا اي حاجه. يجي بعد كده دور ال CSS. CSS اللي هي اللغه المسؤوله عن الديكوريتنج او المظهر، هي اللي بتخلي لي الموقع شكله حلو، اقدر من خلالها الون كل جزء زي ما انا عايز، اعمل له اي تنسيقات بقى انت متخيلها بتتعمل عن طريق السي اس اس. شكل الجدول لو في جداول، شكل الحواف، شكل كل حاجه، بعمل كل ده عن طريق السي اس اس اللي هي مرحله الديكوريتنج او بعمل الستايل بتاع الموقع. بعد ما بخلص ده بيكون عندي موقع ولكن عامل زي الجماد، ما بيعملش اي حاجه. طيب ده هعمل فيه ايه؟ بتدخل بعد كده لغه الجافا سكريبت اللي من خلالها بقدر اخلي الموقع انتر اكتف. انتر اكتف يعني كاني كان عندي عربيه من غير موتور وحطيت لها موتور، فبدات تقدر تمشي، يعني تقدر بقى تتفاعل معايا وتستجيب للاوامر اللي انا بطلبها. ادوس على زرار فلاني الكشاف الفلاني ينور، ادوس على كذا يحصل كذا وهكذا. فانا كده باختصار عرفت ان ال HTML عندي تبني لي الهيكل، ال CSS هتشكل لي الموقع بتاعي وتلونه لي وتخلي شكله حلو، والجافا سكريبت هتخلي لي الموقع تفاعلي ويتجاوب مع اوامر المستخدم. فتعالوا بقى نتكلم على المهارات او الخطوات اللي انا همشي عليها علشان ان شاء الله اكون فرونت اند ديفلوبر. طبعا احنا خلاص عرفنا ايه اللغات اللي بتقوم عليها الفرونت اند، ولكن هنا هنقول ايه المهارات او ايه الخطوات اللي انا همشي عليها وبالترتيب
علشان اوصل للي انا عايزه. فاحنا هنا خلاص عرفنا ايه لغات البرمجه اللي انا المفروض هتكون ذاكرتها، ولكن هنا هنوضح المهارات او الخطوات بالترتيب ان شاء الله علشان اوصل لليفل كويس جدا. اول حاجه لازم طبعا اخلص ال HTML اذاكرها كويس جدا، ثم هذاكر ال CSS كويس جدا جدا، وبعد كده هدخل على الجافا سكريبت على الترتيب اللي احنا بنقوله ده. طيب بعد كده خلاص، لا طبعا انت هتذاكر الجافا سكريبت كبيزكس، وبعد كده هتخش على مكتبات الجافا سكريبت. دول اشهر 3 مكتبات، الانجولار والرياكت والفيوي. اي واحده منهم تغني عن الاخرى مفيش مشكله، ولكن انك تبقى ملم باكتر من مكتبه ده طبعا بيزود فرصك لو انت بتدور على فرصه عمل، ان انت تكون ملم باكتر من مكتبه وتقدر تشتغل عليهم باحترافيه. ده طبعا شيء كويس جدا جدا. ثم في المرحله الاخيره ان انت تقدر تعمل تيست للكود، ودي اهم مرحله، ان انت مش شرط ان انت كل موقع او كل حاجه هتعملها من الصفر، لا انت ممكن يجي لك بروجكت ويطلب منك ان انت تعمل تيستنج للكود بتاعه او ديبجنج، تشوف ايه المشاكل اللي فيه، وتقدر تعرف المشاكل دي متعلقه باني لغه وتقدر تحلها ازاي. ده كده ببساطه المسار ان شاء الله اللي هتمشي عليه في الفرونت اند. فاحنا كده النهارده اتكلمنا عن الفرونت اند ديفلوبر بشكل مفصل اكتر، ووضحنا بمثال بسيط اتمنى ان هو يكون عجبكم عن الفرق ما بين الفرونت اند وتصنيع السيارات، وعرفنا ايه اوجه التشابه ومهام كل لغه من لغات الفرونت اند، وكذلك حددنا المسار بتاعنا والمهارات اللي احنا لازم نكون عارفينها. اشوفكم على خير ان شاء الله في المحاضره الجايه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.